يا سيد قوم يا ريس لبسني الكذا. ايه مالك؟ سمعت كده ليه؟ في ايه في ايه؟ انت باين له يا ريس. باين له ايه؟ جهاز تسجيل. تسجيل؟ يا ابني اللذينة مش غير يا ريس. مين؟ مصطفى. تيفا؟ لا يمكن تيفا يعمل حاجة زي دي. ده بيشتغل معايا بقاله 15 سنة وزيادة. أيوة يا ريس. بس من ساعة ما حضرتك ما خدتني تحت جناحك وهو بيغش. والصنف ده كده طول ما هو في الصورة يلحس تراب جزمتك. أول ما تديله ظهرك يغدر بيك. لا. لا غير كده مش تيفا. صحيح ما عندوش مبدأ لكن مخه لا يمكن يوصله لحاجة زي دي. العاملة دي عاملة واحد قلبه ميت وعنده خيال. رحمة أمي ما هسيبك. انت عايز تلعب معايا على المكشوف؟ العب. أنا هعرفك من هو سليم دلبالي. ومين ده يا ريس؟